في منحه او في حاجه احنا مش فاهمين. انا استشعرت ان هناك امرا ما مخفيا عن السطح انا مش فاهمه، ربما يكون في حاجه انا مش فاهمها لانه دخل حاجه من التلمود حاجه من انا ما اعرفش. هل هناك قراءه سياسيه لهذا الخطاب اللي دخل دين في او دخل يعني عقائد او ايديولوجيات في حرب بتتكلم على حدود ونيتو وغيره؟ تمام. يعني هو التعبير اللي استخدمه الحقيقة يعني العديد من السياسيين بيستخدموه لما بيحاولوا يعني يصوروا ان الحرب فيها بعد قيمي ما بين قوى الخير وقوى الشر. فهو بيحاول يروج لهذا المفهوم، وعلى فكرة بوتين أيضا بيحاول يروج لهذا المفهوم، إن الحرب مش بس جيوبوليتكس وحدود وناتو، ولكن هي بين الحضارة الغربية المتحضرة وبين حضارة أخرى لا تؤمن بهذه الحداثة بالحداثة بالضبط. بوتين في خطابه يمكن كنا بنتكلم عنها من شوية استدعى أيضا بيستدعي القيم الروسية بما فيها قيم العائلة، مفهوم العائلة، مفهوم الدين، ومدى دور الكنيسة إلى آخره، في مواجهة يعني ما يقول أو ما يصفه بأنها حضارة غربية تخلت عن. فأنا عايز أقول ما بالظبط ما يعقد يعني وصفها بأوصاف قاسية جدا بالظبط، واستند للدعم الأرثوذكسي من إنه في نموذج في حضارة روسية مختلفة عن الحضارة الغربية. فلما بندخل موضوع القيم وقوى الخير في مواجهة قوى الشر وحضارة في مواجهة حضارة، ده معناه انسى إنه في أمل لتسوية رشيدة. وده الحقيقة يعني أنا وجهة نظري يعني. أنا وجهة نظري ربما يعني هقدم قراءة مختلفة عن اللي قالها دكتور عبد المنعم. أنا غير متفائل على الإطلاق بتوقف الحرب، وعلى الأقل ستستمر معنا لمدة عام على الأقل، ممكن نلتقي كمان بعد عام لو لينا عمر يعني ونناقش هذا الأمر. رئيس هيئة الأركان الأمريكية قال كده من حوالي أسبوعين، قال إن 23 مستحيل إنها تنتهي. الضجيج اللي اتكلم عنه الدكتور عبد المنعم أنا شايف إنه تعبير عن طحن، وطحن حقيقي. روسيا عايزة تطحن في أوكرانيا وناوية على ذلك، والغرب يريد أن يطحن في روسيا. أوكي. المسألة لم تعد الكلام بتاع أوكرانيا تخش النيت ولا ما تخش، ده فعلا بقى تاريخ. هدف الغرب الآن هو استنزاف روسيا، تقليب أظافرها تماما. هو تصوره احنا عايشين في سلام من ايام الحرب العالمية التانية، طلع لنا ده بوتين في اوروبا غير نمط حياتنا، فلابد من اضعاف روسيا تماما. فالحرب مستمرة. انا عايز اقول برضو حتة الحماقة، يعني احنا قاعدين هنا في القاهرة زي اللي قاعد في بيتفرج على مباراة معينة، قد نرى نحن الحماقة ونصفها وقد يكون وصفنا صحيح، لكن أنا أعتقد الأطراف المشتبكة في الحرب الآن من الجانبين لا تعتقد أنها تتصرف بحماقة. ممكن تبقى في أصوات عاقلة في كل معسكر، لكن أنا أعتقد وده رأيي الشخصي يعني ما تزال أصوات الأقلية. ولكن إذا قلنا الوضع ده فيه عدم رشادة فهو عدم رشادة ولكن له منطقه. ولما تشوف الخطاب عدم بتاع من نظرنا احنا من نظرنا احنا من نظرهم شوف الخطاب بتاع كاملا هارس نائبة الرئيس الأمريكي، لا ده حتى منطق لاستمرار الحرب، منطق قائم على أخلاق وقائم على مصالح قومية وعلى جيوبوليتكس إلى آخره. ف يعني قد من وجهة نظرنا نرى حماقة، هم لا يروا الحماقة. وزي ما قلنا قررت حرب فيتنام قعدت فترة طويلة جدا في ظل أن كان في ضغط داخلي أمريكي. وانا عايز انقل من النقطة دي لفكرة انه يعني برضو التمن اللي بيدفعه الغرب الان الولايات المتحدة واوروبا من هذه الحرب انخفض بشكل كبير جدا. ما زال في تضخم، ولكن
معدلات التضخم بتنخفض في الولايات المتحدة وبدأت تنخفض في الغرب وتكيفوا مع آثار الحرب وخاصة ما يتعلق بالغاز والغذاء. يعني الشتاء في أوروبا تقريبا عدى بسلام وهم انتهجوا، لأن الدول دي بتصحح مسيرتها، انتهجوا سياسات البحث عن البدائل في شرق المتوسط والخليج إلى آخره. نعم. فما فيش تمن كبير، ما زال في تضخم بس أو الدفع، التمن الأكبر الدفع بالفعل، الدفع بالفعل تكيفوا معاه تعايشوا معاه، احنا اللي ستيل بندفع التمن الأكبر. وبالتالي لا أعتقد محمد ما كيفناش مع لم نتكيف مع المتغيرات. اه بالظبط، وهي دي النقطة الحقيقة اللي يعني دكتور عبد المنعم قال على عدد من الدروس. يعني أنا أولا يجب أن نتكيف مع حقيقة أن الحرب دي مستمرة. أوكي. وبالتالي لو في نتائج معينة نبدأ ندرسها ونتعلم. من الدروس اللي قالها الدكتور عبد المنعم وأعتقد في غاية الأهمية، أن موضوع العولمة ومنطق العولمة ضعف جدا. وإحنا بنتكلم دلوقتي على ما يسمى بالقومية الاقتصادية. القومية الاقتصادية يعني إيه؟ يعني تعتمد على ذاتك بقدر الإمكان، وتعتمد على ذاتك بمنطق أمني وليس منطق اقتصادي. بمعنى إيه؟ يعني نظرية العولمة تيجي مثلا تقول لك إيه؟ ما تزرعش القمح لأن ما فيش عندك ميزة نسبية، ازرع حاجة تانية أو انتج حاجة تانية وصدرها ويبقى عندك كاش استورد بالقا. المنطق ده ضعف جدا في العالم فيما يتعلق بالغذاء وفيما يتعلق بالدواء وفيما يتعلق بالطاقة. فده درس أساسي، بقدر الإمكان احتياجاتنا الأساسية إيه، حتى لو تكلفتها الاقتصادية أعلى، لكن لابد أن نسير في هذا الاتجاه في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالعالم. النقطة الأخيرة هنا اللي هو لابد أيضا من أن بقدر الإمكان نستمر في سياسة التوازن ما بين الطرفين. الحرب دي احنا يعني لا ناقة لنا ولا جمل فيها، اوكرانيا تخش الاطلنطي ما تخشش، كلام بالشكل ده، لكن بنعاني من اثارها وهيستمر الضغوط علينا، وهتجد في المرحلة القادمة الولايات المتحدة هتدفع بقرارات للجمعية العامة مرة اخرى عشان يعني تضع ضغط أخلاقي وسياسي على روسيا بالذات. وأنا أعتقد إنه المبادرة الصينية قد لا تظهر، وإذا ظهرت سيتم تفخيخها زي ما حضرتك قلت. واللي بيحصل دلوقتي الهدف منه إنه يتقال الصين غير محايدة، ده الصين بتقدم سلاح، فبالتالي كيف نقبل مبادرة من الصين. فأنا الحقيقة مش بالرغم أن المنطق والرشادة تقول أن في مساحة لمبادرة، لكن أنا لا أعتقد أنه المبادرة دي هتنجح. فإحنا داخلين في وضع دولي معقد جدا. الروشتة الأسلم أنه بقدر الإمكان تحافظ على التوازن وتستمر في سياسة عدم الانحياز لأي من الطرفين. جميل جدا.